بالنسبه لمستحقتي الحقيقه احنا من ساعه الاتحاد ما تم انتخابه صرفنا مليون مؤقتا بصوره سريعه على طول تاني يوم تقريبا الانتخابات او ثالث يوم بالكثير لما جينا هنا الاتحاد. ثم صرفنا 1,600,000 ثم 1,400,000 واخر دي اخر حاجه يا كابتن 1,400,000 تمام دول هتحسبهم هتبقى 4 مليون دول فلوس دول هم المسابقات الماليه كلها الماليه تمام. النهارده تم شيك ب 342,000 اللي هي مباريات الدوري الممتاز اللي اتلعبت من كل شهر من الموسم ده تمام اعتقد ان ده يعتبر انجاز كبير جدا أكيد يا كابتن كبير ونتمنى طبعا ويشكر عليه مجلس الإدارة الحقيقة اللي الحقيقة يعني واضعين التحكيم الحقيقة في صورته صحيحة لخلال الكرة المصرية وده الحقيقة شيء محترم مش ده بس اللي اتعمل خلال الفترة الوجيزة يمكن الشهر اللي احنا موجودين فيه في كتاب القانون الحمد لله تم إعداده بصورة تليق بالتحكيم المصري ويعني هيعتبر هو الافضل في ده مين اللي يعمله يا كابتن يعني تم اعداده من خلالي والحقيقه معايا زميلين الحقيقه لازم اقول لهم الشكر لانهم ساعدوني في الاعداد هو الكابتن مجدي رزق والكابتن حمدي فتحي ولو عاوز حتى تصور صورته تبقى انت اول ناس تصوروا الصوره يعني عشان ناخد من حضرتك صوره هو موجود معاك موجود معايا هو لسه احنا هي الموجوده اللي هي المسوده مش المسوده لا موجوده اللي هي اسمها ايه بيسموها في المطبعه الطبعه الاولى او الجروبه الاولى لحد نصلح نشوف بنراجعها وبعد كده فخلاص ده السماعات اللي اتعاقدنا مع شركه هولنديه ان شاء الله في احنا مستنيين طبعا توليدها 10 اطقم سماعات تمام بعض كان في احد الحكام اللي هو رفع الصابع بايدي امبارح قبل امبارح لا سيبك من دي انا لسه بتكلم على الانجازات ما بتكلمش ادي لسه ما دخلناش في التخصص كان في احد الحكام اصيب في معسكر الحكام مباشره قبل بدايه الدوري اصيب ب قطع في رباط الصليب لا بقول لك الناس يعني ما تاخروش اتكلم على المجلس